اليوم غادي تحلي لنا مشكل يا سميرة. الناس اللي عينيهم مدورين، لان ماشي دائما العينين تكون لوزتين، تكون العينين بعد الخطرات مدورين، كيفاش نماكيوهم؟ هذا هو الموضوع ديال الحلقه اليوم، خصوصا بعد هذا العرض الرائع اللي دارت لنا ليلى حديوي. تنكونوا بعض الاحيان في المناسبات معروضين وتلبسين لبسه يعني غزاله بحال هكذا، يعني هو طابلو تبارك الله، وكنبغيو نديروا ماكياج اللي هو يعني نبينوا فيه، حيت الماكياج ماشي هو كثره الماكياج، هو ان نبينوا الحروف ديالنا ونحلوا المشكل اللي كيكون عندنا. يعني الا عندنا العين دوره، حيت احسن فهم احسن شكل ديال الوجه هو الوجه اللي تيكون بيضاوي، واحسن شكل ديال العين هو العين تكون بحال لوزه لي زي اون اموند. انا تنامن بان ما كاينش احسن، يعني هو الشكل المثالي اللي تيقول حسب يعني كل واحد عنده الملحه ديالو، كل واحد عنده السر ديالو. اكيد سميره، ولكن حنا غير كنهضروا بصفه عامه، يعني الكريتير ديال يعني فوالا الشروط ديال يعني الجمال، ولكن هو الجمال داخلا كيكون داخليا روحي. ولكن بعض النوع السيدات الا كانوا العين ديالهم مدوره، كيفاش ملي تكون معروضه ولابسه بحال هذه اللبسه ترجعها لوزه اون اموند، وما نجيبوهاش طالعه بحال هكذا، خاص العين تجي لوزه غدا فيغ لي طومب. يعني دائما العين ملي نصوبوها تكون غدا فيغ لي طومب النظر ديالنا. دونك كيف ما شاهدت سميره، انا وجدت الموديل ديالنا دائما النصف الاول باش نربحوا الوقت، لان كيف ما تعرفوا السيدات في 7 ديال الدقائق صعيب علينا، ماشي ساهل باش نوريهم المراحل، خصوصا خاصك توري وتتكلم باش تفسر. دونك غنوريهم علاش درنا هاد لو ديغرادي. الى شاهدت سميره بان كاين واحد، استنى عندك، دونك كاين واحد 3 ديال الالوان. دونك دائما القاعده الاساس هو تحت من الحاجب كيكون لون فاتح، درت لها الابيض ودرت فيه الابيض اللي يكون فيه واحد السطع واحد اللمعان باش يعطينا الحجب لي غيزي. درنا ان بتي دوغي من الداخل ديال العين وحطيت فوق منه لي بودغ ديامون، درنا ان بتي برونز مارون، والاسود دائما في الطرف ديال العين. دونك ملي تكون عندنا العين هكذا مدوره، ما عمر السيده دير لي زو شاربونو، ما عمر الاسود ولا اللون غامق يجي معمر لنا الجفن كله. الا عمرناه كله كتزيدو من حده في هذيك تبان العين مدوره. دونك خاصنا نبداو بلون فاتح وحنا غاديين تنغمقوا في الجنب ديال العين باش تجي العين مدوره. حل عينك الوغ، الا شفتي داخل العين سميره انا ما كحلتلهاش، درت لها الابيض فوالا، غنديرو في كريون ابيض. دونك غنعطيو دابا لا تيوري ومن بعد غنبراتيكيو ان شاء الله في العين الاخرى. دونك درنا قلم ابيض، لان هذا النوع ديال السيدات الا كان خصوصا عندنا العين مدوره والمومود العين ديالنا اسود ماشي مفتوح كيزيد يغمق لينا في اللون. دونك يا اما ناخذ قلم ابيض هكا خاص، وراه ماشي ديال الاطفال، خاص بالعين العين باش السيدات ما يغلطوش على لي بارفيم، غير خاص بالعين. وكنجي هنا من حل عينيك شوف فوق، وجيت من هنا ودرت ان كريون اللي هو دوغي. الوغ درنا ان كريون واتر بروف دوغي من هنايا تحت منه، والاسود اكتفيت به بالطرف. دونك الا فهموا معنا الدرس اليوم السيدات، بان الالوان اللي هي مفتوحه دائما نجيبوها من هنا، واللون اللي هو غامق النصف ديال العين هو اللي غنخدموا به، سواء كان من تحت او من فوق. والقلم ابيض او بلو سيال اللون يكون ازرق فاتح، نديروه من قلب العين، لان اولا غينقي لنا العين ديالنا وغنتفاداو فوالا وغيتكبرها، ونتفاداو السيدات اللي تيكونوا معروضين وتيديروا ديك الكوليغ كيديروا التقطيره ولا هذاك الشيء ما غير صحي. التقطيره ما تنديرها الا باستشاره ديال الطبيب، لان كتشكل بزاف ديال الاضرار بالنسبه للعين. دونك هذا درس خفيف وغنطبقوه الان باش السيدات يستافدوا. دونك الوغ غنبدا بالالوان اللي هي بالفاتح ولا بالمغلوق؟ فاش مرتاحين انا ترتاح بالالوان اللي هي مفتوحه، تنبدا بها دائما باش كتجيني سهله. الوغ غنبداو اللون اللي هو فاتح. الوغ الا ما بغيناش نحيدو الحجبان ديالنا غناخدو غير اللون اللي هو مفتوح تنحطوه على هاد الشعر اللي ما بغيناش يبان، غنغطيو بحال هكذا. وغناخدو دوغي، من الاحسن السيدات يتبعوني في هاد الالوان اللي خديت، لان هاد الالوان اللي هي يعني دوغي ترابيه كتجي سهله في الخدمه، كتجي مع كل شيء تقريبا، كتجي مع كل شيء. وهاد الالوان بحال هاد الدوغي ايغيزي كيعكس لينا الضوء، دونك هنا غادي يكبر لينا العين ديالنا الشوفه. والسيدات فاش مرتاحوا سواء كان لي بانسو ولا بالصباع ديالهم، انا واخا كني صبيعاتي هما اللي تيبردوا لك القلب، ياك اللي نفسو حاره هو هذا سلام. فوالا كنديروا دائما الدوغي من الداخل، فهمتي؟ فوالا حطوه، وغادي نجي اللون واحد اخر. الالوان اللي خدمت بها الوان ترابيه دارجه كثير هذه السنه على الموضه،
دونك اما ناخذ دي باليت بحال هكذا فيهم اللوينات الكاكي فيهم لي طون دي الالوان اللي ترابي لي طون دي مارون وحطيت هذا اللون هذا مقارب وتنخدم به ضربات سميره باش داك اللون تتشربوا لا بوبيير وهنا تنحط كميه كبيره وكنبدا داك شويه لي شاطي هو اللي تنديغرادي به الدوغي باش ما يبانليش داك لو دوغي فين واقف ولا المارون برونز فين منين غنبدا به يعني كيجي بحال شي طابلو فوالا كنجي لهاد لو كوين اكسترن هاد الخارج سميره وغادي نوضع اللون اللي هو غامق انا نبدا بني غامق وعاد من بعد تنهرسو شويه بالاسود ودائما بهذه الطريقه هذه كنحطوا كميه كبيره في هنا ومن بعد حنا كنبقاو غاديين تنستوبيو باش ما يغلبناش الشغل لان الماكياج هو من غير انه فن هو سيت اون تكنيك اكيد فيه شويه حتى هو ديال التحراميات خصنا نحفظوهم ياك سميره هو تقنيات كذلك تقنيات نتعلموها وفيه بعض الحيل اللي خصنا نكونوا عارفينها باش نربحوا الوقت ما نجلطوش ما نوسخوش فوالا بهذه الطريقه هذه كيجي لو ديغرادي خفيف وانا من بعد درت فوق منه لو تريد ايلاينر هو اللي استومبيت به حل عينيك شوف فوق شوف فوق دونك انا غنحيد داك الزائد ديال لابودغ اللي كنت ديجا حاطه بهذه الطريقه هذه وغادي ناخذ الايلاينر سد عينيك الايلاينر بالنسبه للناس الا شفتي سميره هنا ما تيبانلكش ملي رقيق الوغ هنا بديت به خليط دائما نغلضوه في الطرف الاخراني باش يطلع عندك الدقه في كاينين دي زايلينر سميره ساهلين في مشاعر على الايلاينر تبارك الله بين الاحترافيه 13 عام ديال لابخاتيك وانا في الدومين ديال المكياج مع العرايس المكياج بحال الطبخ خصك تلقي يديك بحال لغه اللغه الا ما كنتيش كتمارسها يوميا كتمشي ليك واخا تكون يعني دارسها فوالا وكنجيو هنا تنغلضوا الجناب باش نحلوا العين باش تكبر وهنا لداخل ابين غير فريمون غير ضربات خفيفه باش تجي شعره خفيفه حل عينيك حل عينيك حل عينيك برافو عليك وغادي نوريك سميره الوغ عندي فارا بوبيير اسود انا غنخدم غير بلي فارا بوبيير والسيدات فاش مرتاحوا فارا بوبيير قلم فاش ما بغاو شوف وهاد القضيه اللي هي اللي مهمه ان دائما الاسود تنجيبوه من الاخر ما نوصلوش حتى لهنا الا وصلنا غتبان لنا العين مدوره دونك نجيو هكذا ونالونجيو دائما نجرو وما نجروش بحال هكذا الفوق داكشي الفراعنه ديال زمان لا دائما مشيو فيغ لي طوب الا عندنا لو روغار العين بحال نازله هي اللي نقدروا نغشو شويه هنا عندنا العين مزيانه دونك غنمشيو فيغ لي طوب باش تيجي داك لي زو لو روغار دو بيش دو بيش العين الغزال شوف الفوق شوف الفوق فوالا وهنا الوسط تنبداو من الوسط وتنجروا العين من الفوق ستين ويمكننا نجيو حتى لهاد الايلينا غير بغينا ما يبانش حتى هو تنستومبيه شويه ناخذ واحد الكميه ونزيدو نستومبيه شويه دونك هنا كيبقى مساله ابداع ومساله ديال هاد المكياج واش بغيناه الليل واش بغيناه السهره واش بغيناه بحال هاد القفطان اللي لابسه لالا ليلى دونك السيدات كيبقى لهم الاختيار حنا عطيناهم درس اليوم تيوريكمون يعني لا تبقاتيك ولا بخاتيك كذلك وكون يا ريت كون كان يسمح الوقت اكثر كنا نوريهم اكثر من هكا ولكن ان شاء الله نوعدهم الحلقات الجايه دونك يبقى لنا غير الماسكارا ظهر لي ولا فوالا ماسكارا شوف فوق غيبقى الماسكارا وغادي يبقى الا كنا غادي نظهروا بهذا المكياج باللي غادي نزيدوا فيه شويه السطعه ديال لي بودر دو ديامون من هنا من الداخل ستانيك دونك كنجيو هنا لداخل ونحطوا هاد لي بودر ديامون هادو ولا لي بايات السيده كل وحده يعطيك الصحه بزاف كنجيو هكذا دونك لو ريغار الوغ لي بودر ديامون الدور ديالو ان تيجروا لنا لا لوميير الضوء الاضاءه السيده حل عينيك ملي تتحل السيده عينيها تيبان لك العين ما تيبقاوش يبانوا مقاربين تيبان لك راه كيتعطى الضوء هنا دونك العين كتحل اوتوماتيكمون الله يعطيك الصحه غزلان بكوار يبارك فيك غير لغيتي شفنا معك التقنيه كامله تنشكرك عليها ربي يخليك سميره بزاف ان شاء الله دروس اخرى في انتظار المشاهدين ديال صباحيه دوزان مع غزلان مكوار اما اللحظه فغادي نمشيو نستقبلوا ضيف ليلى شوي فقره نجوم ونجوم بقاو معنا